إذا ما زالكم تكسروا صيامكم بلبن وتمر وحسبينها سنة نبوية، تابعوا الفيديو الأخير. معكم دكتور أمل درويش، طبيبة مختصة في التغذية، ومع مخابر في خاطر غازيس راح نرافقكم طيلة الشهر لتقديم نصائح لرمضان أكثر صحة. بعد يوم طويل من الصيام، المعدة تكون فارغة وتحتوي فقط على الإفرازات المعدية الحامضية ولا لسوك غاستريك. عند تناولنا للحليب أو اللبن على معدة فارغة، وبما أنه يحتوي على بروتين الكازيين وسكر اللاكتوز، وهاد الزوج يتم هضمهما على مستوى المعدة، هاد الشيء راح يحفز هاد الأخيرة على إنتاج إفرازات معدية حامضية أكثر، واللي راح يسبب لنا مشاكل في الهضم بعد ذلك من ألم، حرقة معدة، غازات، عسر الهضم. أفضل طريقة لكسر الصيام هي تناول كأس ماء مع 2 إلى 3 تمرات، وهي فعلاً الطريقة النبوية واللي راح تنشط الجهاز الهضمي تاعنا لاستقبال وجبة الإفطار. وانتوما قولوا لي باش تكسروا صيامكم. نتلاقاو في فيديو مقبل. صحة فطوركم، تهلاو في صحتكم، سلام.